السلام عليكم، حسن حجاج، رئيس جمعية ملتقى أدرار بولمان. اليوم كما شاهدتوا أعطينا الانطلاقة للنسخة الثانية للمنتدى التوجيه والتكوين والمهن، وهذه النسخة هي نسخة متميزة طبيعة الحال بالمشاركة ديال واحد العدد ديال المؤسسات الجامعية والمعاهد التكوين ذات الاستقطاب المفتوح والمحدود، وكذلك مؤسسات تابعة للقطاع العام والقطاع الخاص. فاليوم لنا الشرف باش نفتتحوا هاد كجمعية هاد المنتدى بمدينة ميسور. وكما كتعرفوا السنة الماضية افتتحنا المنتدى بمدينة بولمان، والجمعية كتراعي بطبيعة الحال هذه عملية التناوب في جميع دوائر الإقليم. فأود أن أشكر جميع المؤسسات التي أتت من واحد العدد ديال المدن للحضور معنا، وبطبيعة الحال تقريب المعلومة للتلاميذ ديال الثانوي، وكذلك هناك معاهد اللي بطبيعة الحال تيكون فيها التوجيه من الإعدادي. فطبيعة الحال هذا المشروع هو مشروع ديال التوجيه، هو مشروع ثلاثي مع تنسيق مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذلك المديرية الإقليمية للتربية والتكوين. وكذلك نشكر واحد العدد المتدخلين، طبيعة الحال المجلس الإقليمي لبولمان، وكذلك الجماعة الترابية لبولمان وميسور، على تسهيل هذه العملية ديال التوجيه اللي غادي تستمر يومين، اليوم الجمعة واليوم السبت، بحيث اليوم السبت غادي يكونوا عروض ديال مختلف المؤسسات اللي يحاولوا يعرفوا التلمت المسارات والتكوين اللي كتعرفها هذه المؤسسة، وبطبيعة الحال فرص الشغل اللي كتمنحها هذه المؤسسة. فبطبيعة الحال احنا كجمعية نسعى باش يكون الحضور قوي من التلاميذ الإعدادي والثانوي، وهذا نداء لجميع المدراء اللي كنشكروهم ديال المؤسسات، وبطبيعة الحال نشكر الطاقم التربوي ديال التوجيه المشاركة ديالهم في هاد التظاهرة، وكذلك نشكر رؤساء الجمعيات ديال الآباء وأولياء التلاميذ اللي بطبيعة الحال حتى هما منخرطين معنا في هاد العملية، لأنه عملية التوجيه لإنجاحها يجب الانخراط جميع الشركاء من رؤساء المؤسسات، من رؤساء مدراء المؤسسات عفوا، وكذلك رؤساء الجمعيات وآباء وأولياء التلاميذ، وكذلك المديرية الإقليمية للتربية والتكوين. فبطبيعة الحال في اليوم الجمعة زوالا غادي يكون هناك عروض اللي غادي يقوموا بها أساتذة اللي مختصين في التوجيه، ومختصين بطبيعة الحال في التوجيه وبطبيعة الحال المسارات ومدى ازدواجية المسارات مع متطلبات سوق الشغل، اللي غادي يقوموا بها أساتذة جامعيين اللي عندهم دراية في هاد المسائل اللي تتعلق بالتوجيه والمهن. فشكرا. محمد منا، رئيس مصلحة تقطير المؤسسة التعليمية والتوجيه بالمديرية الإقليمية لبولمان. اللقاء اليوم يأتي في إطار تنزيل اتفاقية الشراكة الموقعة بين المديرية الإقليمية للتربية الوطنية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وعمالة إقليم بولمان، وجمعية ملتقى أدرار. هذا المنتدى هو النسخة الثانية من المنتدى الخاص بالدراسات حول التكوينات والمهن، في إطار يعني تنزيل مشروع أو اتفاقية شراكة الخاصة بالتوجيه التربوي. فكما تعلمون جميعا بأن التوجيه التربوي يعد من المحاور الأساسية الخاصة بمنظومة التربية والتكوين،
والأدل على ذلك الاهتمام الكبير الذي لقيه من خلال يعني قانون الإطار 51-17 الذي خصص له مشروعا وهو المشروع رقم 13 الخاص أو المتعلق بإرساء النظام الناجع للتوجيه المدرسي والمهني والجامعي. اليوم نحن يعني نلاحظ بأنه هناك إقبال يعني مهم من طرف التلاميذ والتلميذات على هذا المنتدى، أولا من أجل اكتشاف المسارات الدراسية التي يعني تندرج في إطار مستوياتهم الدراسية، وكذلك من خلال اكتشاف الأفاق الخاصة بما بعد البكالوريا بالنسبة للمتعلمات والمتعلمين الذين يدرسون بتلك البكالوريا. كذلك يجب من خلال هذا المنبر أن نشكر ونشيد بمساهمة كل الفاعلين والشركاء فيما يرتبط بتنزيل هذا المنتدى وتنزيل كذلك هذه الاتفاقية، وعلى الخصوص السيد العامل الذي بذل مجهودات كبيرة وجبارة من أجل يعني تنزيل هذه الاتفاقية الشراكة، وكذلك كل الشركاء الترابيون والشركاء يعني على مستوى جمعيات المجتمع المدني وعلى مستوى المؤسسات التعليمية التي تبذل مجهودات جبارة من أجل إعطاء قيمة مضافة لهذا المشروع الذي هو بالأساس مشروع من أجل خدمة المدرسة وخدمة المؤسسة العمومية وخدمة التلميذ بصفة عامة، على اعتبار أن خارطة الطريق 2022-2026 كوثيقة إصلاحية جاءت يعني بمجموعة من المستجدات وبالخصوص يعني ما يرتبط منه بالتوجيه، يعني على اعتبار أنه الالتزام الرابع الخاص يعني بالتزامات التلميذ على مستوى خارطة الطريق 2022-2026 يؤكد على ضرورة إلى مسألة توجيه أهمية كبرى فيما يرتبط يعني بتمكين المتعلمات والمتعلمين من تحقيق النجاح الدراسي. شكرا لكم. أستاذ سمية المسكيني، إطار الدعم الاجتماعي والدعم النفسي، خدمة بمؤسسة ديال 18 ماي. هاد النهار هذا شاركت في منتدى ديال التوجيه الإقليمي اللي شرفنا به الحضور ديال السيد العامل هو والوفد ديالو، وهذا المنتدى يعني كان فيه مجموعة من الحويجات اللي استفدوا منها التلاميذ اللي زاروا المنتدى على المستوى الإقليمي، يعني ماشي على مستوى مدينة ميسو، كانوا حضروا معنا تلاميذ من الإقليم كامل. المنتدى كان فيه مجموعة من الخيام اللي كانوا فيها مجموعة من المدارس اللي عرفوا بالمدارس ديالهم، عرفوا بالتخصصات ديالهم، كذلك أن التلاميذ تلقوا بالموجهين على المستوى الإقليم كامل اللي عاونوهم في الطريقة ديال التوجيه والطريقة ديال اختيار التوجهات ديالهم إن شاء الله المهنية. وكان كذلك في هذا المنتدى كان مجموعه من الورشات اللي منهم ورشه ديال الاستعداد النفسي كانت بالتاطير ديالي انا كاطار الدعم الاجتماعي واطار اطر اخرى من الدعم الاجتماعي واطر ديال التوجيه اللي خص يعني اللي هضرنا فيها بالضبط على الاستعداد النفسي للامتحانات وكذلك على المهارات الحياتيه، لحقاش هذه المهارات الحياتيه اللي هي جد مهمه في الصيروره والمسار الدراسي والمهني ديال التلاميذ. وكذلك حاولنا نوضحوا اهم النقاط اللي الوليدات غيحتاجوهم في البريباراسيون ديالهم للامتحانات ان شاء الله.